سيدي فيه 12 مخده ديال 90، 12 مخده ديال 90 و5 طلام تاع 2 متر. نعم. تشوبو خياطه. نعم. 700 درهم. 700 درهم 14000. 14000. 12 مخده. اذا هذا الثوب هذا كامل من الراس حتى للراس بهاد، ها هو اللي بغا فيه، ها هو هذا غيبقى لكم ب 19 درهم، هذا غيبقى لكم ب 30 درهم. نعاودو نذكركم باللي هنا ان شاء الله راه هنايا طلمت ابتداء من 19 درهم، 19 درهم. شنو ما نساوش بلي توصيل لجميع المدن المغربيه. السلام عليكم احبابنا، مرحبا بكم والف مرحبا. فيديو جديد، فيديو ديال الشهر، تمييزه ديال الشهر ان شاء الله في هذا المحل. هذا المحل خاص بالافريشه بالطلامط، وكيدير حتى طابيسي. الطلامط اللي كيدير هنا كل شيء يمكن ليه يستافد، عندك بزاف تستافد، عندك شويه تستافد، عندك صالون بغيتي شي حاجه بريستيج راه غتفرشها من هذا المحل، عندك صالون على قد الحال بغيتي شي حاجه على قد الحال غتفرشها من هذا المحل. واليوم كاينه واحد الهمزه دايز هالكلام، واحد البرومو وواحد الباك خطير ديال بصح هنا اليومين ان شاء الله غتفرش على لاله ومولاتي. كزي معايا مزيان، خمسه طلامط، خمسه ديال الطلامط و15 مخده، خمسه ديال الطلامط و15 مخده، وكاين باك فيه خمسه ديال الطلامط و12 مخده، فيها الثوب فصاله خياطه الفينيسيون كلشي. الثمن ديالو غيبقى لكم ب 700 درهم، 14000 ريال. نعاود نقولها، 15 مخده وخمسه طلامط خياطه وفصاله وفينيسيون كلشي ب 700 درهم، كلشي ب 14000 ريال. يعني 15 مخده من هذا الحجم هذا بحال هذا الثوب بحال هذا الشكل بحال هذا لافينيسيون، بغيتي دير 12 مخده لاله غتاخديها بحال هذا الشكل بحال هذا الثوب بحال هذه الفصاله، شي حاجه اللي روعه ديال بصح. 12 مخده من هذا ان شاء الله غتقام عليك ب 700 درهم، هو خمسه ديال الطلامط فينيسيون وخياطه وقصن وكل شيء. الحجم ديال هذه المخده راه 90 سنتيم، الناس كيسولوا على الحجم ديالها، راه 90 سنتيم، الحجم ديال هذه 70 سنتيم. اذا همزه دايز هالكلام، هذا المحل فين كاين؟ كاين في المحاميد الشكيلي حدا جامع الشكيلي، واللي غتشوفوا معايا النعت ديالو دابا ها هو غيطلع لكم. عاد ندوزو نشوفوا من المحل ونشوفوا الهميزات ديال اليوم، باقي تتسناكم هميزات روعه. مرحبا بكم. هو السي سعيد، بعد ما شفنا النعت ها هو معنا السي سعيد. اش هاد الغيبه؟ واي مع الوقت اش هاد الغيبه؟ تنوجد الجديد ما عندي ما ندير. واش هاد الغيبه؟ قال لك اسيدي انا ما ندير معاك فيديو الا ما جبت الجديد لنا. هادشي اللي كاين. قال لك داكشي اللي شفت في الفيديو القديم ما باقيش نبينو لهم، نجيب الناس الجديد ما عندي ما ندير. هادشي اللي كاين زرعتي لنا. كيفاش الطريقه كيفاش تيخدم؟ الله يستر. الله يستر لي. ولكن اهم حاجه هي تبارك الله عليك الاثمنه الحمد لله والسلعه اللي كدير. لا لا الحمد لله دائما كاليتي والالوان. الالوان الحمد لله الانسان يقف فين تخير الانسان. نعم انا كنشتيني شحال من فيديو صور في المحلات، ولكن صراحه الله المحل ديك الالوان اللي كدير فيه الله يستر لك. الالوان الحمد لله. كل واحد كل محل شنو هو الحاجه باش كيتميز؟ هادشي اللي كاين. انت كيتميز بهذه الالوان المتعدده الحمد لله. الانسان تيقى فين يتخير لا خاطر ولا شيء. والجودة كدير التوصيل لجميع المدن. كلشي ديال المدن. اذا الناس اللي كيقولوا لنا التوصيل ها هو هذا السيد هذا كيدير التوصيل لجميع المدن المغربيه وكراسويس وبالمجان، وراه هذا السيد ماشي غير في المغرب كيصيفط حتى للخارج المغرب. اي حبيبي ياك السي الفيديو اللي فات قلت لي كنتواصل معك الناس فرنسا اوروبا ايطاليان ناضي فيه اذا نزيدو نوصلو شغل بسم الله. نعم 8 ايام 7 ايام تكون لا كوموند ديالك عندك سي سعيد. شي مرا مثلا دابا بغات الصالون ديالها بغات تفرش ولكن ما عرفاش تعبر
كيفاش غدير معاها؟ درتي شي فيديو فيديو بحال هكا وجدت لها ميتر وتعبر هي وتصور داكشي وصيفطنا لنا نتكلف وصيفط لك العبار حنا نتكلف لها داكشي ولات كاع دير معاك ابيل فيديو ماشي مشكل ماشي مشكل نعم اذا التوصيل لجميع المدن المغربيه في الطلام مرحبا بكم الناس المغرب كاملين في هذا المحل وتبارك الله على البرومو اللي داير هادشي اللي كاين هادا برومو ولا فلا ديال راس العام داكشي شي حاجه من برا نبداو السي ساعي اي مرحبا نورمال كدير الطلام اييه ملي تبارك الله الحمد لله كاين الموينكا هادشي اللي كاين وكاينه الهود كام هادشي اللي كاين كلشي موجود كلشي اثمنه مناسبه وكاينه لو شوا شوف لي تبارك الله الحطه ديال السي ساعي غيرنا شي حطه عاوتاني انا ديما نقول الله سيدي الله اللهم بارك يا ربي امين شوف لي الحطه كيفاش دايره تبارك الله شوف لي هنايا كده داك هاد الديزاين هذا اللي ديال شي كليان هذا هذا كليان هذا الله يسخر لي يا ربي امين شي زوين مالك الله يا ربي امين نعم تويبه حتى هما هنايا مستفين والسي سعيد راه كيدير خياطه كذلك راه كلشي هنا طابيسي كاين الخياطه كلشي الحمد لله طابيسي وخياطه من ضمن طابيسي بحال هذا السي سعيد هذا ديال مولي تا هو هذا ديال السي سعيد هذا ديال مولي اللي وجدتو هذا السي سعيد احنا وجدنا فوالا شوفوا تبارك الله اذا سي سعيد نبداو الاثمنه نبداو غادي تنطلعوا لاكام ماشي مشكل نبداو السي سعيد نشوفوا نبداو بهذا نس نعم اذا نبداو بهذا التوب هذا هذا هو التوب اللي كاين اللي في هذاك البرومو اللي صافي لي هذاك البرومو كاين هذا وكاين هذا الناس هذاك البرومو عاود لك البرومو فيها سلام هذا البرومو فيها سيدي فيها 12 مخده ديال 90 12 مخده ديال 90 5 طلام تاع 2 متر نعم توب وخياطه 700 درهم 700 درهم 14000 12 مخده وكاينه بشكل اخر هتجيب هاد الفينيسيون بحال ما هكا ولو مثلا كاين بحال ما هكا هذا الموديل بحال هكا هذا الموديل والتواب ورينا التواب كلهم اللي بغيتي هذا فين هو السي ساعي ها هو هذا هو هذا والطلام حتى تيبقى الاختيار كي بغيتي تيرا سامبل تيرا بيتيرا ما مزوق تيرا بيتيرا هذا تيرا كاين تبارك الله من راس طر هنايا تقريبا شي 8 هنايا السعوديات شي 10 تقريبا 12 شي 10 حنا وريناكم غا واحد وانتم راه غتشوفوا اللون اللي عجبكم كاين حتى هذا الزرق هذا وهذا اللي زوينين هو تقريبا مشابهي هذا 12 مخده وخمسه ديال الطلام خياطه فينيسيون كلشي غيتقام عليكم ب 14000 ريال مرحبا بكم نفس لا فينيسيون وكاين كذلك كاين كوموند اخر عاوتاني هو شكل اخر اخر نعم هو هذا فيه القياس ديال المخد ديال 70 ديال 70 هذا فيه المخد ديال 70 هذا السي سعيد 15 مخد هذا فيه 15 مخد زايدين ثلاثه المخد زايد المخد هذا فيه المخد ديال 70 نعم والطلام تيبقاو هما تيبقاو هما نعم تيبقاو والثمن هو هو نعم 700 درهم 700 درهم فيها 15 مخده وفيها 5 طلام بالفينيسيون بالخياطه ديالهم بلاستيك بكل شيء ديالهم بلاستيك ولهاد لافينيسيون بحال هكا هذا زيد شويه على السامبل زيد هذا الكوردون هذا نعم ايه واللوينه تا هو اختار فيه تا هو اللون فيه تا هو فيه الكرون فيه الزرق فيه الصفر فيه الخضر نعم واختيار كما بغى ماشي مشكل بحال دابا هذا ها هو هذا ها هو وانت اختار او اللي اختاري اللون اللي حتى الانسان سمو عاد بغى مثلا المخد في هذا العبار هذا نعم وبغى مثلا في هذا اللون راه يتقام نفس الثمن يتقام نفس الثمن انا الثمن او العكس ديالهم عاوتاني نعم بغيتي مثلا هذاك الموديل هذا التوب هذا وفي هذا الميزير تيبقى نفس الثمن على حسب الاختيار على حسب الاختيار وكذلك زيد الماء زيد الدقيق اللي غيبقى الثمن ديال الطلوقان تيكون زيد شويه غير ربعه ديال تيكون ناقص الثمن شويه عاوتاني نعم على حسب ولكن انت كتقول له فخلي كاين اللي كاين كتناقص عباره كتناقص الثمن كنزيد تزيد عباره كتزيد الثمن والله يسخر الجميع واخا سي سعيد انا ما بغيتش اسيدي كاع انايا نخيط عندك بغيت نشري عندك غير هذا التوب هذا اي ماشي مشكل حابي تحسب لي 19 درهم 19 درهم اذا هذا التوب هذا كامل من الراس حتى للراس بهاد ها هو اللي بغا ها هو هذا غيبقى لكم ب 19 درهم هذا 19 درهم هذا سي سعيد في السوق اصلا شحال ديال 40 35 40 35 اذا من 40 35 هذا غيبقى لكم ان شاء الله ب 19 درهم وراه كاين لو شوا ديالك سي سعيد نطلعوا لاكم شويه الله يجزاك خير اخر عاوتاني هي اللي هو هذا كاين هذا الرومي قلت هو بغينا هذا نعم هذا كاين هذا سميتو سي سعيد رومي هذا الرومي رومي من فين حتى لفين من هذيك الزواق هذه وهاد الزواقه تيبقاو ب 30 درهم 30 درهم 30 درهم الزواقه دابا غني على كل تعريف معروفين نعم. في السوق اغلبيه 35 40 درهم ديالهم نعم اغلبيه 35 40 انت قال لا بطنا فين انا ديري 30 درهم 30 درهم كاين فيها هذا نعم اذا هادشي بالمتاويه كما قلت بالمتاويه واخا سي سعد نمشي واحد شي مخده ديال هذا الله يخليك كاينه مقيطه هي بحال هكا واحد اللون اخر ها هو هذا فين المخده ديالو نعم هذا غادي يبقى لكم ب 30 درهم ها هو ها كيفاش كيجي في الخياطه ديالو في المخده هذا ثمن زوين فيه الصراحه اللوينات ديالو ها هو في هذه الزواقه في هذه الزواقه نعم اللوينات ديالو ها هو اللوينات تاعها ماشي راه هي
هذا غيبقى لكم ب 30 درهم المترو بدلا من 40 درهم. قلنا هذاك 19 درهم هذا غيبقى ب 30 درهم، هذا تيبقى ب 35 درهم. 35 درهم سميه لنا السي سعيد. توا راه ما تيبقاش السي سعيد كنسولك على السميه، لانه كاينين الناس اللي كيبغيو يسولوا في السوق باش يديروا مقارنه ما بين السوق وما بين تيكون على اختلاف الثقه، تيكون مثلا في الجوده بالنسبه لك اللي تيكون فيه مزيانه وفي الواقع باقا جديد. هذا هو رومي، هذا هو رومي، هذا هو رومي كاين فيه هذا وفيه 3 بياس بعدا شي 3 بياس. هذا وفيه اللوينات تاعو الموديل اللي فيه 3 بياس يعني طلع صالون بثلاثه ديال اللوينات ياك باش مخدم خيطه فيه الشيء ديالو بالقطعات ديالو. ها هو الله يجازيك بخير كنخدم به كما بغيتي. وري لهم السي سعيد. اذا هذا هاد الطوميطه هادي ها هي تيبقى ديالها، هذا بقى لكم ب 35 درهم وها هي المخده ديالها. شوفوا تبارك الله هذا بشحال باش معروف في السوق؟ 50 درهم 60 درهم 50 درهم 60 درهم 50 درهم 60 درهم اليوم يبقى لكم 35 درهم في غير هذه الاولى السي سعيد. ما فين اللوان تاعها؟ اللوينه تاعها ها هما اللوينه ديالها. نعم كاين اللوينه تبارك الله تاعها كاين فين تخير. نعم ها هما كلهم هادو فيهم 3 بياس 3 بياس 3 بياس هانتوما. حتى هذاك السي سعيد هذه زوار اخرى عاوتاني هذه بنجبة شوفوا. نعم الخبر ديالو هذا حتى هو هذه اللوينه ممكن باش نوريو لكم اكبر عدد ديال اللوينات باش كلشي يشوف. تقريبا دي الدرجه ديال 2023 جديد ماشي جديد هذه كلها هي زواق راه كيدخلتها. نعم يعني ماشي شي حاجه اللي فات عليها الحال. لا ما كاينه اغلبيه الناس اللي كيدو دابا ليكيداسيون في راسها في القديم لا شي جديد دابا الجديد ما عندي ما نقول السي سعيد ما عندي ما نقول راه خصنا نسميوها هنزت راس السنه هادشي ما كاين. واخا السي سعيد نطلعوا لاكام شويه الله يجازيك هادو زرت هادو نفس الثمن تاعي ديال هادي تاعي هادو هذا السي سعيد تيبقى حتى هما راقيين زوينين اللهم بارك. انا اللي خدا ليا بزاف السي سعيد هو هذاك الزرق اللي من هذاك هذا هذا الزرق هذا لون هذا لون زوين هذا على وحفه تدير معاه السامبل باش تدي اي لون ديرو معاه. نعم هذا هو كاين السامبلات ديالهم شوف الثمن ديالو السي سعيد هذا 35 بحال 35 اذا هذا اذا نشوفوا هذه اللوينه عندكم شي حاجه مخيطه فيها السي سعيد لا لا كيدخلنا يلا دخلتي باقي ما كاينش اذا هذا عندي شي تصاور دو بيس و 3 بيس دو بيس دو بيس اذا كيدخل معاه شي نوفر مثلا ممكن هكذا اذا كيجي هكذا طوميطه ومخده طوميطه ومخده هذا تيبقى لكم حتى هو ب 35 درهم. السي سعيد هذا دابا جديد في السوق جديد نديرو في السوق دابا السي سعيد اغلبيه 50 50 50 ثاني هما 35 50 60 درهم ندير 35 درهم كلشي في الراس 60 درهم بدل ما تفرش صالون واحد فرش بجوج صالونات عند السي سعيد. هادشي اللي كاين داكشي اللي كاين من 60 درهم 35 فرشي انت وجارتك تفاضلوا انتم فرشت. نطلعوا لاكام شويه ونزيدوا عندكم تسمعوا لاكام صحابكم بين طلعوا الثمن الجوده راه زايده ولكن الثمن زايدين شويه بسيط بسيط من 35 درهم 40 درهم 40 درهم زيد 5 درهم ماشي شي حاجه اللي هو هذا الرومي هذا اونتيطاش هذا شحال اونتيطاش عاودوا نذكروا للناس شنو هو اونتيطاش يعني يمكن لك تمسح بحال هكا تحت شي قبعه هذا اغلبيه ديالو كيكون في بيوت البلاد بزاف كتكون الماكله وداك الشيء يمكن يسهل الفراري ولا كيطيح الماكله ولا كيطيح الشرقه كيتزيد شي زفازك كيتمسح مزيان. نعم اذا هذا الشيء هذا السي سعيد هذا كله هو اونتيطاش من هنا من الراس حتى للراس هادو الزوايا اللي هما جداد جداد راه كيدخل باقي الولا عمري كنت تبارك الالوان اللي زوينه الصراحه الالوان ديال الطبيعه. نعم كيكون هذا مزوق والسامبل ديالو. نعم باش كيهرس هذا اخر هذا السامبل ديالو هذا كذلك كيبقى الشوا ديال الكليون واش بغا يدير واش طوميطه ولا بغا يدير لاخر ولا بغا يدير نص نص اللي بغا ماشي مشكل. نعم اذا ها هو كاين اللوين اخرى ثاني صغير هذا هذا كله هو غادي يبقى لكم ان شاء الله ب 40 درهم 40 درهم 40 درهم هو اللوينات زوينه كاين هذا السي سعيد هو زوين كاين اللوينات فيها راقيين راقي وفي نفس الوقت شوف لي الطميطه السي سعيد سولت على المخده ديالو واش جوج داك مازال هلاك كيدخل جديد هلاك كيدخل جديد يلاه دخلت البارح باقي داك الشيء جديد اخر ما كاين في السوق المغربي دابا بثمن زوين شي اخر تقريبا 70 درهم 70 درهم 70 درهم بالعدم بالعدم هي 60 درهم كون عليا بالعدم يعني التاويتي معاه التاويتي معاه 60 درهم لا ما خصنا 60 درهم من 1100 ريال ل 800 ريال من 70 درهم ل 40 درهم شوف اللوينات اللي كاينين فيه تبارك الله هذه زوينه اخرى زوينين. نعم نعم ندوزو الهاش باك هذا تيقول لك فلاش باك فلاش باك فلاش باك فلاش باك اذا هذا فلاش باك هادو كلهم حتى هما 40 درهم جديده كلشي 40 درهم 40 درهم السوق حتى هو السي سعيد نفسه 50 60 درهم 50 60 نعم هذا فلاش باك هذا فلاش باك ها هو جوده هذا تي فلاش باك ديجيتال ديجيتال كاين فلاش باك كاين فلاش باك كاين العادي ديالو نقسم نعم هذا كله هو
شوف تيبان بحال محفر. محفر هذا النسبه ما بانش لكم، هذا راه محفر انا تقصته دابا عاد بان ليا. كاين الفرق بيناتهم صراحه، كاليتي مزيانه في باين، حتى هذا راه محفر. وكاين فيه اللوين اخرى، شوف لي هذا اللون هذا تبارك الله، كلشي الوان زاهيه. سي سعيد باش عجبني ما كيجيبش الشياطه، كيجيب لا لا الحمد لله، كيجيب جديد الروعه الروعه الصراحه. انت هذا غيبقى لكم توا 40 درهم فلاش باك وندوزو. هل هو الاخرين تا هو هذا تا هو هذا السي سعيد اش يكون هذا؟ تا هو فلاش باك نيت، تا هو فلاش باك بحال المبره شويه. هذا مرشوش بالصقل يا السي سعيد. كاميرا مان الله يخليك غتقرب للناس الكاميرا شويه، لانه فوالا شوف لي اللوينات وراه محفر. هذا هذا كل هو السي سعيد 1400 70 درهم 40 درهم 40 درهم نورمالمون قلت لي في السوق 70 درهم 70 درهم غيبقى ب 40 درهم 100 ريال. شوف لي اللوينات تبارك الله، شوف 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 الزواقه واللوينات داك الشيء ومتعدد. هذا راه واش 3 بيس السي سعيد؟ في 3 بيس 3 بيس نعم. شوف لي اللوينات اللهم بارك، انت زواقه اخرى عاوتاني، في زواقه اخرى عاوتاني، شي حاجه جديده عاوتاني. ها انتوما شوف شوف الجديد 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 70 درهم التوصيل لجميع المدن المغربيه 40 درهم عفوا 40 درهم والتوصيل لجميع المدن المغربيه بالمجان. فابور 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 والو والو، هادشي كله هو فابور. مرحبا بكم الف مرحبا. الصفير تاعو شوف لي موديلات كيفاش دايرين، شوف لي هذا الصفر هذا تبارك الله اللي مرشوش بهذا الذهبي هذا، شوف كي تيبان هذا ب 1400 والله العظيم الا اللهم بارك غير اللي ما بغاش يفرش. هادشي هذا كله هو راه ثمن مناسب. بغينا نسجعوا الحركه باش تطلعوا صافي. الناس اللي كيشكيو عليا ديما كيكومونتيو ليا، حنا الناس ديال المدن، حنا ما عندناش الزهار، ما عندناش هادشي اللي كنبغيو نشريوه وكذا. علاش؟ ها انتوما جبت لكم محل اللي كيدير التوصيل لجميع المدن المغربيه في الظلام، غير صبري شويه ما تكونيش، لانه علاش؟ هنا راه كي النهار الاول والثاني والثالث والسيمانه الاولى تيكون الزحام، يلاه كيتكافاو مال المحل مع الناس ديال مراكش. ايوا ما يصبروا لنا من حيث الوقت. نعم غير صبروا شويه الله يرحم الوالدين وغادي يجاوبوا. راه كاينه لا كونتيتي ياك السيد. لا موجود الحمد لله. لا كونتيتي راه ماشي هادشي اللي كتشوفوا هو اللي كاين. رولوات كثار في السوق، راه دار قداش هنايا عند سي سعيد عامره رولوات موجود الخير. اذا ندوزوا نشوفوا نكملوا معاكم. ها هما هذا اللون الاخضر الملكي حتى هو دائما 40 درهم دائما 800 ريال. ها انتم اذا ها هما اللوينات. وري اخويا كاميرا مان قرب اخويا اللوينات هنا لا تسي سعيد باش يقرب الكاميرا مان لهذوك اللوينات يبينهم. ها انتم شوفوا هذا الشيء كامل حتى سعيد حتى لهنايا حتى لهنايا نجبدوا هذا الشويبي حتى هو. نعم هذا الشويبي حتى هو نعاود نذكركم راه 800 ريال هذا الشيء كامل، راه ب 800 ريال ان شاء الله غيتقام عليك صالون بوالو. هنا هو يفرس اربعه الطلوقان وشي عشرات المخدر تقام عليكم شي 500 500 وشي حاجه، ماشي شي حاجه ان شاء الله. المهم زيد المزيد دقيق على حسب العبار. اذا مرحبا بكم، شوف هذا اللوين حتى هو زوين تبارك الله، شوف الالوان تبارك الله كل الوان رائعه. مرحبا بكم، هذا 800 ريال. نشوفوا ثاني موديل اخر، نطلعوا لاكم شويه وغادي نشوفوا واحد الثوب رائع. شنو سميتو هذا السي سعيد؟ رومي تا هو رومي. رومي ديجيتال تا هو رومي ديجيتال. هذا تا هو موديل الاخر. موديل الاخر حاجه داخله في رومي. اللوينات اللي فيه رائعين. هذا فين هو دابا اللي طلميطه هنا؟ فين هو الطلميطه هادي؟ كي تيبغي يدير الطلميطه هادي كي تيبغي يدير الطلميطه على حسب الاختيار. حسب الاختيار نعم. يعني 3 بياس هذا 3 بياس واخا هذا اللون. هذا السي سعيد في هذا اللون، في هذا اللون زوين. هذا اللون تا هو هذا 1000 ريال 1000 ريال 50 درهم. هذا السي سعيد في السوق، قول لي السي سعيد في السوق 70 درهم 80 70 80 1000 ريال 50 درهم. ها انتم اللهم بارك، ها انتم اللهم بارك، داك الشيء زوين روعه ديال بصح. ها هو اللون الثالث ديالو هذا الصفر هذا حتى هو هذا الصفر راه مخدوم اللهم بارك. راه واخا تبان لي مزيانه انت شو 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 كيفاش زواقه مخدومه فيها. نعم نعم زواقه مخدومه فيه زوينه. انا مخدم خيطه في حاجه مخيطه سي سعيد هذه ارى لي هذه المخده هذه دركنا. ها انتم هذا كيفاش غايجيكم في المخده، كيفاش غتجيكم في الطريشه 1000 ريال 50 درهم. ها انتم ها اللوينات اللي كاينين فيه، كاين اللون الاول والثاني والثالث بدلا من 80 درهم غيبقى لكم ان شاء الله ب 50 درهم. مرحبا بكم ونشوفوا معكم حاجه اخرى. السي سعيد توب البروكر البروكر هذا كاين الناس العشاق ديالو البروكر تيفرش غير به تيخرج جديد ديالو كيقول لك بغيت البروكر هادشي اللي كاين هماوي اللهم بارك بزاف. البروكر هو هذا هذا السي سعيد عند البنتي البروكر ديال البلاد وكاين ديال تركيا وكاين ديال تركيا هذا ديال البلاد ديال البلاد فيه ثمن زوين بزاف كاع. شحال باش كان السي سعيد هذا؟ كاين في السوق كاين 60 درهم 60 درهم 60 درهم اليوم انت درتي 39 درهم هادشي اللي كاين. نعم ها هو اللوينات اللي كاينين فيه في 3 بياس. لا في 3 بياس فيه الجرين ديالو. نعم. ها هو 3 بياس ديالو. ها البيج ديالو. نعم تبارك الله. هذا غيبقى لكم
70 ب 40 درهم 40 درهم بدلا من 80 درهم 80 60 درهم في الاخر. نعم. 60 درهم نعم على حسب نتاع على حسب المنطقه مع المنطقه هادشي اللي مع تلاقيتي هذا اللي هو نعم ها هما اللوينات ديالو كاين هذا الدوغي كاين هذا الشيبي هذا تا هو زوين هذا الشيبي هذا اللهم بارك هذا الشيبي هذا لتحت ما فيه الوان تبارك الله على الشيبي هذا البيج ديالو تا هو نعم البيج ديالو تا هو هو هذا كله وغيبقى لكم ب 40 ديال درهم وكاينين لوينات اخرين رائعه راه هو الكري راه هو الصفر الذهبي راه هو الشيبي 3 بياس الساعي دائما الخزي كاين هذا القريب الدوغي حتى هو البيج بالدوغي دائما داخل فيه الدوغي هو ضروري بتاعتي واحد لاشهر مزيان نعم. وهذا الشيبي هذا بالدوغي تبارك الله كل شيء زوين هادو بروكار ديال البلاد غيبقى لكم ب 40 درهم بدلا من 70 درهم ونشوفوا معكم البروكار ديال تركيا ياك اسي سعيد اييه كاين بروكار ديال تركيا وهذا بروكار ديال تركيا شوف كاميرامان حاول اخويا شد ليا من الفوق باش يبان للناس داك الشيء تبارك الله كيفاش مبهج وكيفاش زوين هذا البروكار ديال تركيا كاليتي مزيانه شي حاجه مليحه سي سعيد هنا كاين الوان متعدده حتى هو 3 بياس انا اللي شد ليا الانتباه ديالي هو هذا اللون هذا الزوين هذا شوف لي تبارك الله هذا اللون هذا كيسيان زوين نعم كاميرا ما نقدروش نديرو نجبدو نسرحو نجبدو 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 باش يشوفوا الناس باش حتى الناس اللي بعادوا بغاو يديروا يطلبوا لا كوموند يسكرينيو يبان لهم بحال معنا دابا في المحل ها انتم شوف لي هذا اللون هذا تبارك الله شحال زوين وكاين السامبل ديالو السامبل ديالو غليظ السيد هذا كان شي مزيان زوين هذا غليظ اللهم بارك والله الا في الملمس ديالو الجوده ديال بصح بين ساعه تركيا بغينا نسمعوا شي ثمن زوين في هذا هذا تيبقى 120 درهم 120 120 مقاسه اخرى ديال ليه 180 درهم 180 عندي 120 درهم بروكار ديال تركيا السمك ديالو باش يبان لكم غير شوف السمك ديالو شحال باش وزن وزن انت بالنسبه وزن تبارك الله حتى انا خيط هذا 100% نعم. شوف تبارك الله شوف كيفاش السامبل تيبقى ب 100 درهم نعم 100 درهم السامبل اذا السامبل غيبقى 100 درهم وهذا المزوق 120 وتيبان محفر ولا شنو محفر محفر كنحفراني تبارك الله بزاف راه تقول الساعه ديال تركيا مليحه ما كتبغي نعم فهذا ديال تركيا كاين جوج ديال الليغا كاين هذا اللي شفنا وكل ما ديال تركيا وكاين هذا هذا 120 درهم وهذا غيبقى لكم ب 90 درهم ياك السي سعيد هادشي اللي كاين 90 درهم واخا نكملوا في هذا السي سعيد نشوفوا الالوان ديالو اللي هما هادو ها هو هذا كل مره ب 120 درهم والوان تبارك الله رائعه هذا بكوموند التالت ديالو باقي ما دخل لي راه غادي يصيفط للسيد غدا ان شاء الله هاك وداك مزيان هذا بروكار حتى هو شوف اللون ديالو هذا 120 درهم كاين كذلك هذا اللون الاخر البيج ديالو نعم البيج ديالو ها هو حتى هو اللهم بارك شي زويون 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 ديال بصح هذا هو حتى هو 3 بياس هذا لا غام بروميير غام هذا دوزيام ديالو ولكن حتى هو لا كان شي مزيان حتى هو راه مسقون اذا بدا شاري شويه رخيص على هذا نعم حتى هو ثقيل حتى هو محفر راه كاين بعض الناس تيحسبوا في هذا ديال مكازا اخرى ديال 150 درهم تيدير واقيلا شي على هذا وهذا بحال بحال هذا تيدير تقريبا 180 هذا تيدير 150 درهم 150 اليوم انت خليتي ب 90 درهم 90 درهم 60 درهم اللهم بارك 60 درهم لا بارك وصافي هو ما عندي ما نقول فيه اللوينات شوف لي اللون الاخر شوف 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 لي اللون كي هذا برونزي رائع حتى هو غيبقى لكم ب 90 ديال الدرهم ها هو شوف لي اللون الاخر شوف هذا كيجيب فيه واحد الخضيضه كثير واعر نعم بالبرونز كلهم اثواب رائعه والوان جديده كاين كذلك هذا الذهبي هذا هذيك زوايا اخرى ثاني ناقصه شويه في الثمن اللي هي سي سعيد اذا ندوزو مرحله اخرى وثانيه الثمن تو ديال تركيا سي سعيد تو ديال تركيا الثمن ديال سي سعيد هذا تيبقى ب 60 درهم 60 درهم اذا البروكار راه شفناه كاين 40 كاين 60 90 120 120 نعم ها هما هذو كلهم سي سعيد هذو 60 درهم هذو اذا 60 درهم هذا اللوينات هذا بروكار ديال تركيا غيبقى لكم 60 درهم شي حاجه كاليتي واعره زوينه اللهم بارك شوف ليا ها هما اللوينات اخرين شاد شاد سي سعد منظم تبارك الله الحمد لله انيق الواحد الى جا غادي يشوف داك الشيء على حقه وطريقه هذه زواق اخرى هذه زواق اخرى ثاني نفس الثمن تاعها نفس الثمن حتى هو بلا كان مسرحه كتعطي واحد 10 بحسن نعم بصح وي بصح كل شيء هادو راه ب 60 درهم ان شاء الله وكاين بزاف ديال اللوينات اخرين واشكال اخرين اللهم بارك شوف لي هذا الذهبي حتى هو هذا بالباج الذهبي كل شيء 60 درهم ونشوفوا معكم حاجه اخرى
سي سعيد نبقاو دائما في البروكه. في البروكه الله يخليك. الحمد لله. راني راه بروكه كاع في راسي واش كاين. لا الحمد لله كاين. هذا كله هو هنا سي سعيد بروكه. بروكه. كل الطاج كله ديالهم بروكه هذا. اللهم بارك. نعطيو غير لمحه وكاميرا مان غادي يحاول يقرب لنا مره الموديل وحنا كنهضروا. سي سعيد هذا بروكار ديال تركيا هذا ولا ديال البلاد؟ ديال البلاد. ديال البلاد. ديال البلاد. حاجه فيك. مليحه. كرتي مليحه. انا بعيدا نجي ديما ساعه نقيو. نعم. الثمن ديال هذا سي سعيد. هذا تيبقى ب 65 درهم. 65 درهم. نعم. السوق ديال 80 درهم ديال اللي حنا دايرين هذه الثمنه مناسبه 65 درهم. 65 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا تحت منه. اللوينات تاعو. اللوينات كله هو. 65 درهم. هذا 65 هنايا. هذا تقريبا بحال نديرو بحال بحالو الثمن 65 درهم. واش عنده شي اسم ولا غير بروكار؟ بروكار مطلسي. مطلسي. بروكار مطلسي. مطلسي اذا هذا بروكار مطلسي. الكتيبه تبارك الله. مليح. بحال شي طروادي. طروادي. طروادي ياك. فيه حتى هو اللوينات. فيه اللوينات تاعو. هذا 3 بياس. ديما ستات من ديفان 3 بياس. هذا غيبقاو 65 درهم. 65 درهم. هذا السي سعيد. هذا طلع شويه ثاني في الثمن. وهذا تا هو سميتو. هذا تا هو بروكان تاعو. بروكان. مطلسي. مطلسي تاعو. ايوا مخدوم على السين ديال تركيا هذا. الدرجه الاولى. نعم. هذا الثمن ديالو. 80 درهم. 80 درهم. مخدم خيطه فيها. هذا المخيطه ديالو. مقطع ديالو بروكار مطلسي كارتي مزيانه محفر مقاد نقي حتى هو شوفوا راه 3 بياس ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه هذا غيبقى لكم شحال 80 درهم 80 درهم بدلا 100 درهم 100 درهم 100 درهم 110 درهم لكن المترو المترو ديال الثوب المترو ديال الثوب هذا راه فيه لوينات فيه لوينات لوينات ديالو من تحت نعم اللهم لا هذه لوينات جديده هذا باقا جديده شنو نعم شوف عندها لوينه اخرى عاوتاني عندك قضيه ها هو والطميطه ديما تبقى الطميطه هذيك اختي تبقى لك على حسب بغا الطميطه ديالها في هذا اللي زوج هذاك بيديرها بحال ما كتكون سامبل راه تيديرها ماشي مشكله نعم اذا 3 بياس كاين كذلك زواج اخرى عاوتاني هذي فيها ثلاث لوان وهذ زواج اخرى فيها اربع لوان تاع هي 3 دي حتى هو تبارك الله شوف ليا هاد اللوين هذا زوين سي سعيد اللهم بارك سنقيو بينا نعم الثمن نفس الثمن بحال 80 درهم ها هو الخده ديالو هي هذه ديال هذا ديال هذا اذا ها هو قربوا لي هنايا ها انتوما هذا ها هو هو هذاك هذا كوموند ديال نعم. ديال دي الناس نيت هي هذا ها هو ايوه وهذا هو ديال الورده 3 بياس 3 دي بروكر غيبقى لكم ب 80 درهم نعم كاين كذلك هنايا هذا بروكر ديال تركيا هذا بروكار ديال تركيا نعم هذا حتى هو حريري اللهم بارك الناس لا نقيو نعم هذا السي سعيد شحال باش يبقى ان شاء الله انت دير تاوي بلون ديال 80 درهم ماشي حتى 80 درهم تاوي دير 80 درهم فهمتي شوف اللون تبارك الله ماشي الخده ديالو السي سعيد لا راه كتبنا هذاك الشيء كتبنا فيه واحد الكوموندات كيعلقناه خير ان شاء الله هذا ديال تركيا غيبقى لكم 80 درهم فيه اربعه فيه 3 بيس وفيه اربعه الوان فيه هذا البيج فيه الكري فيه اللون ديال الرايبي وفي الطوباو نعم ها هو اللون الرابع هذا الثمن ديالو قلنا 80 درهم كاينين كاينين هذوك الثاني خلين تابعين مثل هذا الثمن نفس الثمن نفس الثمن شوف لي هذا الخضر هذا الملك هذا سعيد خاصه نجبدو له زوين هذاك الخضر زوين 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 هذا الخضر هذا داخل فيه هنا ثلاثه جوج لوان ديال الخضر كاين مغمق ودابا تعطي جوج لوان نعم مفتوح هذا الذهبي الذهبي تاعو شوف تبارك الله محفر زوين هذا هذا دو بيس ولا 3 بيس؟ لا دو بيس هذا هذا فيه دو بيس الثمن ديالو 80 درهم بروكار ديال تركيا كاليتي مزيانه كاين هذا الشكل اخر عاوتاني ها هو هذا حتى هو تبارك الله شوف على اللون البرونز هذا العام ولا مطلوب دابا الاخر جاب في الطوندوز تبارك الله البرونز هذا العام كايلها عندك 3 بيس فيه هذا 3 بيس وفيه هذا وفيه 80 درهم نعم واخا سي سعيد كاين فيه هذا وكاين هذا كيدير 60 درهم 60 درهم 60 درهم ها هو هذا غيبقى 60 درهم 60 درهم كذلك سي سعيد عندك حتى الخوامي حتى الخوامي كاينين كاين حتى الخوامي ديال الموديلات الشكل اللي بغيتي كاين الفراشه كاين الزبقه الصغار نعم كاين الموديلات ديال الخوامي اللي بغيتي كاين الحمد لله كاين ديال البلاد وكاين ديال تركيا الاغلبيه تاع تركيا اغلبيه ديال تركيا شي حاجه بريستيج شي حاجه اللي راقيه وزوينه زوينه نعم ما عليناش نخليو هذا ندوزو سي سعيد باش الفيديو حتى راه طوال تبارك الله تبارك الله الناس ما نزيدوش نطولوا عليهم نزل المقرا كاين الخير الحمد لله فين تشاهد شي حاجه ملكيه ملكيه كاين نعم سي كاين المقرا الله يرضي عليك كيما حاول ما امكن انك تقرب للناس الصوره ديال هاد الالوان هادو تبارك الله باش يشوفوها شوف ليا تبارك الله الالوان كيفاش دايره هذا المطروز السي سعيد المطروز هذا هذا كامل
الاشياء كلها تخرج كلها 90% تقريبا واحد لي فاس لي واحد السير اللي فيه الموبرام كلها نعم وفيها اثمنه ومفاجاه في الاثمنه تاعها نعم سي سعيد غادي نشوفوا المهم على راسها نشوفوا على راسها اما اشنو موجودين هنايا فاطمه كلشي نبداو نبداو بالموبرام يعني نبداو بالموبرام اذا هذا نبداو بالموبرام كاينه هذه ما فيهاش تكون كثير بزاف هذه ديال السولد غتبقى تقريبا 80 درهم 80 درهم 80 درهم لا موبرادي اه موبرادي تركيا التلميطه تاعها هذه فيها كونتيتي قليله ما كاينش فيها التلميطه حسيت شحال هذه 130 150 130 150 وما درتي ليه 80 درهم 80 درهم تقريبا قل من راس المال ديالهم بارك الله التلميطه هذه ما فيهاش كونتيتي كثيره باش نكونوا واضحين ان شاء الله الناس اللي غيشوفوها كانوا من الاولين غادي يستافدوا التلميطه تكون سامبل لون واحد نعم ولا بيد لنا كلشي كاين فيها داك اللون في هذا اللون هذا شوف لي هذا حتى هو نفس نفس تمام حدوده نعم واخا هذا نشوفوا هذا السي سعيد هذه مبرش حاجه مليحه هذا حاجه مليحه فيها لا كونتيتي 3 بياس 3 بياس راه لي السي سعيد شوف لي 3 بياس ديال هذا مبرا ثقل لي ياك السي سعيد ثقل شي حاجه هذه مبرا ثقل لي شوف لي تبارك الله واش 3 بياس بهذا لا برا هذا ماشي ديال هذا هذا ماشي ديال هذا هذا الورده وهذا الري وهذا هاك هذا 3 بياس الثمن ديالو ديال المبرا هذا ديال فيه بروموسيون ديال 120 درهم 120 آه. بيع... شحال الثمن 150 درهم 150 درهم 150 غيبقى لكم 120 درهم 120 درهم هذا بروموسيون نعم ها هو اللون ديالها الاخر سي سعيد هذه المخده ديالو هذه المخده ديالو نعم ها هي المخده ديالو شوف تبارك الله راه لي هذيك السي سعيد شوف لي تبارك الله ها انتم شوف شوف هكا نعاودوا نذكركم باللي هنا ان شاء الله راه هنايا طلمت ابتداء من 19 درهم 19 درهم شي حاجه كاليتي وغتقدروا تاخذوا باش نذكركم العرض شنو فيه 15 مخده حجم كبير بحال هذه 15 مخده 12 مخده حجم كبير بحال هذه ديال 90 سنتيم مع خمسه ديال الطلوقان توب خياطه فينيسيون كل شيء غيتقام عليكم ب 700 درهم اولا غتاخذوا باك اخر فيه خمسه ديال الطلوقان فينيسيون خياطه كل شيء مع 15 مخده ديال 70 سنتيم غيتقام عليكم توا ب 700 درهم فاذا مرحبا بكم ونكملوا معكم سمحوا لنا وخطونا لكم الفيديو ما نساوش بالتوصيل لجميع المدن المغربيه هذا السي سعيد هو اذا كاين اللون الزواقه الاولى ها هي الزواقه الثانيه ها هي والزواقه الثالثه هي اللي التلميطه تيبقى حسب الاختيار اللي بغيتي دير في التلميطه نعم تيبقى حسب الاختيار اللي بغيتي دير نعم كاين كذلك لون اخر نفسه هذا لون اخر اللي هو البيج ها هو الثمن ديالو السي سعيد 120 درهم 120 درهم ها هو في البيج كاين الكري الكري تاع هو تا هو ها هو الكري ديالو تا هو نفس الزواقه غير اللون اللي كيختلف ودابا واقيلا غندخلو في المطروز ندخلو في المطروز ندخلو في المطروز ان شاء الله هذا المطروز من هنا من تما كاين السمعه حتى تما كاين في ثلاثه الزواق اربعه الزواق كاين هذا السي سعيد شحال باش معروف في السوق معروف 250 280 درهم اليوم عندك انت 190 درهم من 280 ل 190 اللهم بارك والسامبل والسامبل 130 شي حاجه مخيطه فيها السي سعيد اه كاينه ها انتم هذا غيبقى لكم 190 درهم المطروز الملكي نكون معكم واضحين هذا راه كتلقاه في بعض المحلات دابا اليوم ب 300 درهم هادشي اللي كاين 300 درهم كاين محلات الله يسر لهم الله يرزقهم هنايا سي سعيد هذا 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 ها هو وهذا ها هو شوفوا الاول هو هذا الثاني ها هو الاخر سامبل وطلمت اغلبيه تي ماريو ما تيجي شويه الثمن شويه تيجي الثمن تيجي مزيان لان قلتي لي هنا 190 والسامبل 130 درهم 130 يعني غيتقام عليك ثمن زوج شويه مقطز ديال الثمن قلت لي راه كاين بعض الناس الله يهديهم كيديروا شي على شي ثمن تيحسبوا تيقول لك مثلا 170 180 وتيحسبوا شي على شي ثمن يقول لهم حلا تنحاولوا هناك انت كتوضح نعم هذا الزرق كذلك شوف تبارك الله اللوين هذا شوف هذا اللوين هذا زرق شوف تبارك الله شحال زويون هذا المطروز المزيان الوزن لانه تيكون واحد المطروز السي سعيد تيكون خفيف هذاك تيكون خفيف قلتي لي كيهزو داك الثوب العيان داك العيان تيطبعو تيطرزو فيه وتيسمع رقيق نعم. ولكن تبانها جوج تيلوح نعم هذا 30 درهم بزاف الناس الجوده راه بين سميتو الثوب نعم. كاين غليظ شويه نعم نعم هذا وزن وزن اللون الاخر ديالو ها هو تبارك الله تيخرج تبارك الله خد منه شي ناس في الصالون البارح نيت نعم هذا مطلوب المطروز من الناس اللي كتبغي شي حاجه حماويه صالون شي حاجه مع الشقه
سي سعيد الناس المره الفايته اللي كنا درنا لك فيديو جاو الناس من كازا. جاو الناس موجوده قسما بالله من اكادير. الناس تقداو من اكادير قسما بالله. عاد الناس اللي صيفطت لهم عاد خلي من العيون عاد خليه على برا. هادو الناس جاو. جاو كنا تيليفون كنا تيسيرش تيكلف كنا تيدعو الوقت يجري معاه. شنو جاب هاد الناس؟ جاب ثمن زوين ومجوده. والصدق. ثمن زوين ومجوده والصدق بطبيعه الحال. انا ديما نقول السي سعيد. الله يسلمك الله يوفقك. فوالا هذا اللون الاخر زواقه اخرى. كاين هو ثاني في البرونز ثاني ها هو ثاني في البرونز هذه زواقه اخرى هاد العام راه جايه البرونز نعم زواقه اخرى في المطروز دائما شوف ليا اللوينات كي دايرين تبارك الله وهذا السيدي والثمن ناقصين فيها شويه تايا اللي هي 180 درهم 180 بدل 190 180 السوق اصلا هذه شحال 250 يا اغلى 280 250 هي 180 درهم شوف لينا اللوينات نعم كاميرا من قرب اخويا لهنايا باش نبينوا للناس ها الخضر ديالو هذا دو بيس تاع 3 بيس 3 بيس فوالا وي وي 3 بيس ها هو نعم 3 بيس ها هو ثاني هذه زواقه هذه زواقه اخرى ثاني زيد شويه في نعم زيده شحال الثمن ديال هذا السي سعيد تبقى 230 درهم 230 درهم ها انتم اللهم بارك كثر بيس هذه فيها انت شي اربعه البياس تاع الزواقه هذه نعم مختم خيطين ورشوه كذا فيها السامبل وفيها هذا نعم كاين مخده ديال السي سعيد كاينه بحال تمثل واحد الكوموندنس نعم كاين كذلك الكرونه هذا شوف تبارك الله الكرونه اللي ما تيموتش دائما هذا حاضر معنا هذا هو المخده ديالو نعم ها هي الاولى الثانيه سي سعيد نزيرو نزيرو نديرو سامبل نعم كاين كذلك هذا حتى هو هذه زواقه اخرى ثاني هذه زواقه اخرى البيج هذا تبارك الله زوين هذه ديال تقريبا جهه اخرى 250 280 ندير لها 210 درهم 210 هذا 210 درهم السامبل ديما تيبقى الله يخليكم ركزوا معنا الاثمنه هنا راه كتختلف ماشي تجي تقولوا لي لا راه شفت هذا هنايا ب 180 لا كل حاجه قلناها في الفيديو الله يجازيكم بخير ووضحنا لكم وكاين نفسه اللون حتى هو نفس الثمن نفس الثمن نعم الطميطه ديالو هذا غادي يبقى لكم قلنا ب 200 210 درهم 110 درهم السامبل ديما تيبقى 130 درهم 130 تبارك الله على السي ساحي الله يبارك فيك كاين ماشي ما وريناش كل شيء كاين بزاف باقي ما يتشاف الحمد لله ان شاء الله تكتشفوا ماشي كاين ريدوات طابيسي تا هو طابيسي راه كيديروا السي سعيد لا في الطلوقه الفتويات فاش كل شيء كل شيء موجود العود بالعود بالبونش كل شيء كيجي بنادم كيدي من عند كل شيء من هنا صالون كومبلي ان شاء الله تبارك الله عليك السي سعيد مرحبا السي معاذ تبارك الله الاثمنه والبرومو اللي درتي الله يسر لك يا رب نعاودوا نذكروا باللي التوصيل لجميع المدن المغربيه نمره التليفون ديالهم هي اللي غنخلي لكم هنا اتصلوا به ان شاء الله راه غادي نعت لكم المحال ولا ان شاء الله راه الا بغيتوا ديروا يعني تكومونديو عندنا ولا شي استفسار مرحبا بكم والف مرحبا بارك الله على السي سعيد مرحبا سي معاذ خليناكم على خير بالنسبه لنا راه خلينا لكم في اول فيديو هنا راه عامر بصحاب ماني نطلمت ولكن سولوا على السي سعيد افريشات الشكيلي الشكيلي راه هو اللي غتلقاو عنده هذه الجوده والاثمنه والثمن ديالو راه واضح وباين افريشات الشكيلي هي راه كاينه تما مطبوعه او المكتوبه في البانو ديال المحل نخليكم اخر لمحه البانو ديال المحل خليتكم على خير السلام عليكم عليكم السلام الله